وصلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك من الأمور يوجبها الله على الرجال ويجبها على النساء، النفقة، السكنة، المهر، كل هذه الأشياء واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. لماذا؟ لأن زيادة التشريف زيادة في التكليف، فلا يجوز للنساء بعد ذلك أن يطلبن المساواة بينهن وبين الرجال، وصرنا يطلب المساواة في كل شيء، حتى قالت أصير أريد أن أصير رئيس الدولة. إيش معنى الرجل يصير رئيس دولة أنا لا أصير لا أكون رئيس الدولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اثنتان فقط. صوروا، هذا ليس طعنا في النساء لكن هذا الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال